السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديده. كي كتشوفوا معايا اليوم غادي نقدم معكم مائده الفطور، كنتمنى تعجبكم، وإذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وكذلك تابوناو في لاشين، اللي ما تابوناش تابونا بالضغط على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. قبل كل شيء غنبدا بالدعاء ديال اليوم الثاني عشر من رمضان. اللهم زيني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والانصاف، وامني فيه من كل ما اخاف، بعصمتك يا عصمة الخائنين. اللهم امين. ندوزو لطريقة التحضير ديال لاسوب. غنحتاج فيها خزو، ثلاثة حبات ديال الخزو، جوج حبات ديال البطاطا، جوج بصلات صغارين اولا بصله كبيره، قطعه ديال الربيع فيها المعدنوس والقزبر والكرافس، جوج فصوص ديال الثوم، جوج قريعات ضماد البنه، واحد نص ديال ضماد البنه، معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود اولا الابزار الكحل، معلقه ديال الملحه. غنحتاج كذلك الشعريه الصينيه، غندير هذا النوع، هذا كتعجبني انا، هذه ديال الروز. كذلك غادي ندير هذه في تزينت في التالي، غندير كريم فريش. ندوز للطريقه ديال التحضير ديال هاد لاسوب. غادي نقطع هادشي الشيء كله، نقطعو متيدي طريفات صغيورين، ومن بعد نرجع معاكم. صافي، من بعد ما قطعت الخضر كتشوفوا معايا قطعت كلشي صغاور هاد الحجم هذا، البصله حكيتها. صافي، غنزيد البصله على هاد الخضر والفلفل الاسود والملحه، وندير المطايب. كندير المطايب عليهم، درت تقريبا لتر وربع ديال الماء. صافي، باغي نديرها طيب. غنحسب لها واحد 10 دقائق باش ما تبصرليش ديك الخضر، باش تبقى لي قابطه في راسها. دوز 10 دقائق ونرجع معاكم. دابا درت الماء طاب في الكاسرونه، وغندير فيها هذا البيغميسان، نفزقها فيها شويه باش ندور بها لاسوب ديالنا. خليها حتى تحل مزيان، بعد ما غادي تحل غادي نقطعها بالمقص وندور بها لاسوب. دابا غادي ندوز للمرحله الثانيه. غادي ندير واحد المحنشه صغيره، غنحتاج فيها جوج زلاف صغار ديال اللوز، غادي نسلقهم وغادي نقشرهم، ومن بعد زلافه غادي نخليها نطحنها خضراء، وزلافه غادي نديرها تحمر في الفخيتوز اللي كنقلي فيها بدون زيت. ومن بعد غادي نخلطهم بجوج، غادي ندير جوج زلاف ديال اللوز وزلافه ديال السكر سنيده ونطحنهم ونرجع معاكم. من بعد ما طحنت اللوز كيجي في هذا الشكل. كي قلت لكم زلافه طحنتها خضراء وزلافه قليتها بديك الفخيتوز. صافي، من بعد ما طحنتهم غادي نخلطهم، ما غنزيد عليهم لا زبده لا حتى شي حاجه، غير ديك اليدام ديال هذا اللوز اللي حمرت كيطلق اليدام ديالو، بحال كيجي بحال بخاليني. صافي، غادي نخلطهم بجوج، وما غنزيد عليهم لا، حيت انا ديجا دايره لهم السكر، ما غنزيد عليهم لا زبده لا شي حاجه. دابا غنوريكم واحد المقطع من الورقه كيفاش كنصوبها، حيت ديجا كنت حطيت لكم واحد لا فيديو على الورقه. صافي، ومن بعد غادي نمشي نعمر هاد المحنشه. هاد الورقة لي تاني مرة وأنا كنديرها معاكم في هاد رمضان، مازال نديرها إن شاء الله للبريوات.
من بعد ما ساليت هاد المحنشه ديالي كتشوفوا معايا لويتها في البلاستيك الغذائي وغنخليها على جانب. ودابا غادي ندوز للمرحله الثالثه وهي غادي ندير واحد السيجار ببطاطا والطون والزيتون. صافي غنمعس هاد البطاطا بهذا الشكل هكذا، سلقتها مع الملحه، ما غنزيد فيها لا ملحه لا والو، حيت درت لها ملحه جاتني درت كثرت الملحه في السليق، ما بغيتش نزيد لها. دابا الانسان يقص شويش من الملحه. درت لها الفلفل الاسود، عندي الفخوماج، المعدنوس، جوج معالق د المعدنوس، علبه ديال الطون، وجوج معالق ديال الزيتون مقطع رقيق. دابا غادي ندوز نصوب السردين. كتشوفوا معايا من بعد ما غسلته كنت غنزول السلسول، ساعه رقيق بزاف هذا بحال الشطون، داك لي زونشوا جاوني رقاق بزاف وانا بغيتهم مشويين، غادي نديرهم نشاركهم معاكم ان شاء الله مشويين. عندي هنايا الربيع، قطعت الربيع مخلطه مع المعدنوس والقزبر مقطعهم رقاق من بعد ما غسلتهم. كاين الحامض، هذا الحامض اللي كنت صوبت معاكم الطريقه ديالو عندي في المجمد، كنجبدو من بعد يديك رجولا. كذلك فلفله هريسه حتى هي مصوبها في المجمد، كنجبد كل مره ملي كنحتاج كنجبد القياس اللي كنبغي. عندي الملحه، الكمون، الثوم، الثوم مفروم، ثلاثه دريسين ديال الثوم، الفصوص ديال الثوم. صافي غندوز للطريقه ديال التشرميل ديال هاد الحوت ونرجع معاكم. بقات لي المرحله ديال الطياب، غادي ندوز نطيب هاد المحنشه هي الاولى. غنديرها في هاد الاله ديال اللي كنطيب فيها بدون زيت، كتشوفوا معايا ديال الاله اللي كنطيب فيها بدون زيت. غنطيب فيها هاد المحنشه، مورا غادي نطيب هاد القننطات اللي درت، هاد السيجار اللي درت ببطاطا. صافي والحوت السردين خليته غنديرو في الشوايه، ما يكفينيش الوقت باش نطيب كلشي في هاد الفخيتوز. صافي نطيب هادشي ونرجع معاكم. طيب لا طيب 10 دقائق ونرجع معاكم. غادي ندوز نسقيها بالعسل وغادي نزوقها اللوز، برقائق اللوز او اللوز ايفيلي. صافي دابا غنديرها لو يطيب عاوتاني. نخلي تشرب شويه العسل ونولي نرجع. صافي هما وجدوا تحمروا، بقى لي دابا الحوت غادي نشويه في الشوايه. يعني مربته في الطحين، لويته في الطحين، لصقت وحده مع وحده حيت جا صغير بزاف، هذا الشطون كيكون صغير. صافي غنشوي ونرجع معاكم. قبل ما نبدا في الشوي ديال السردين غادي ندوز نطلق شويه ديال التبخيره باش تحيد عليا ديك الريحه ديال السردين الشوي، كيجي قاصح بزاف ديك الريحه ديالو. ومن بعد ندير طريب الحامض. صافي نشعلها ونخلي ديك الريحه زوينه في الكوزينه تشوفوا معايا. صافي وندوز نشوي دابا.
صافي من بعد ما ساليت كل شيء طيبته وجدته، دابا غنمشي نوجد المائدة ديالي. بقى لي العصير حتى هو غادي نوجدو. درت العصير ديال الفخاز، كيجي منعش، ديك الفخاز اللي كنت صوبت معاكم عندي في المجمد، كنجبدو غير كنجبدو من الكونجيلاتور، كندير عليه الماء وكنطحنو، كيجي لذيذ بزاف. كذلك ديال السيترون حتى هو كندير كاس ديال السيترون كنديرو في يطرد الماء، كيجيو منعشين. ما بقاليش الوقت، كنت غادي نصوب واحد التحليه ساعه، ما بقاليش الوقت، حتى وجدت كل شيء ولكن زربني الوقت ما قدنيش. هذا السلو اللي كنت صوب نتاع الباديه اللي كيجي عاوتاه هو كيجي صحي، هذاك مقوي وصحي. السردين اللي شويت في الشوايه ديال الضو، هذه لاصوب اللي صوبت معاكم درت عليها الكريمه السائله، درت واحد المعلقه، والبيض مسلوق، كذلك هاد السيغار اللي عمرتهم بطاطا كيجيو لذاد بزاف. هادو الرغايف اللي كانوا عندي سخنتهم ونزلتهم حتى هما. الخبز المطلوع عندي المطلوع صافي، كي قلت لكم هذا العصير ديال السيترون. صافي هذا هو النهار ديال المائده ديالي، كنتمنى تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك، وكذلك تابوناو في لاشين بالضغط على الجرس، وما تنساوش ما تنساوش لي كومونتير لي كومونتير لي كومونتير. دائما كنقولها لكم، التعليقات ديالكم كتهمني بزاف. وإلى اللقاء في الفيديو غدا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ذهب الدماء وابتلت العروق وتبت الأجر إن شاء الله، اللهم تقبل منا يا ربي. الحمد لله وشكرا لله.